ما هي خارطة المواقف السياسية من دعوة البرهان إلى الحوار وعدم مشاركة الجانب العسكري في هذا الحوار؟ هل يمكن الحديث الآن عن مواقف نهائية وخارطة واضحة؟ أسعد الله نهاركم بكل خير. يا مرحبا. النقطة الأهم التي يجب أن نتذكرها جميعا أن الأزمة الأساسية في السودان هي ليس الصراع بين مدنيين وعسكريين، هي صراع بين مشروعين، مشروع يسعى لإنتاج نظام شمولي جديد في السودان بعد نظام الأخوان المسلمين، وبين مجموعة تزعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية. العنوان الأبرز بعد موقف قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الأخير يضاف إلى موقف الحزب الشيوعي وموقف لجان المقاومة وموقف تجمع المهنيين، كل هذه المواقف تلتقي في رفضها التعاطي مع المناورة التكتيكية التي طرحت في خطاب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السيد عبد الفتاح البرهان بالانسحاب من العملية السياسية ودعوة المدنيين لتكوين حكومة تتولى تسير الأعمال خلال الفترة القادمة، على أن يسحب البرهان وقيادات الجيش إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعم السريع بدلا عن الانخراط والمشاركة في السلطة التنفيذية. هناك أزمة صيغة حقيقية بين مختلف أطراف الأزمة السياسية في السودان، وهذا نتاج طبيعي لأكثر من 3 أعوام تعرضت فيها القوى المدنية الديمقراطية لمحاولات أو لانقلابين، الانقلاب الأول في 3 يونيو 2019 والانقلاب الثاني وفي 25 أكتوبر. الإجراءات الأخيرة يمكن أن توصف بأنها هي محاولة لإنتاج انقلاب ثالث، يأتي ذلك في ظل اتساع موجة الاحتجاجات بعد مواكب 30 يونيو، وهو طيب. ما يشير إلى أنه من الممكن أن تتصاعد الأمور بوسيلة. أستاذ محمد، لماذا هذه النظرة التشاؤمية والجيش يقدم وعود عريضة بأنه سيطبق مخرجات الحوار، سينسحب من الحياة السياسية، سيكون ملزم بما يلتزم به من اتفاق الفرقاء السياسيون، ويدعو إلى عدم الإقصاء ومشاركة الجميع، أليست هذه المقدمات يمكن أن تبنى عليها نهايات طيبة؟ طيب، هذه التصريحات وهذه المواقف لقائد الجيش لا يعول عليها كثيرا من قبل القوى المدنية الديمقراطية لعدة احتبارات. الاحتبار الأول أن هذا الخطاب لم يلامس القضايا الأساسية بالنسبة لحركة الاحتجاجات وبالنسبة للقوى المدنية الديمقراطية. هذه المطالب تتمثل على سبيل المثال في إجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية. الأمر الثاني فيما يلي مسألة إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية وتكوين جيش نظامي موحد يحترم الدستور ويصون حدود البلاد. النقطة الثالثة ويبتعد بشكل نهائي عن العملية السياسية. النقطة الثالثة فيما يتعلق بمسألة ولاية المالية على المال العام، وهناك حديث على أن هناك العديد من الاستثمارات والشركات التي لا تخضع للمراجعة ولا تخضع لقانون السوق، وهناك لديها امتيازات ولديها محاصصة. المخاوف الأساسية أن تسحب كل الصلاحيات إلى المجلس الأعلى للأمن والدفاع الذي لا يوجد حجة قانونية تشرع وجوده، وأن تسحب هذه الصلاحيات وأن تكون الحكومة القادمة حتى في حال التوافق عليها هي مجرد حكومة صوارية تأتمر بأمر أعضاء المجلس العسكري الجديد، وهو يعيد للأسهام ما حدث بعد سقوط البشير، حيث أن هناك كانت المجلس العسكري دعا المدنيين كلهم بما في ذلك المؤتمر الوطني للتشاور والتباحث حول تكوين حكومة مدنية. طيب، كل هذه النقاط يعني مطلقة في تكوين حكومة مدنية على شرط هذه النقاط السلبية الدفاع ووزارة الداخلية، ولكن هذه المحاولات إذا سمحت لي أستاذ محمد، هذه المؤاخذات، النقطة الأساسية أن العسكريين ما يزالوا حريصين على الحصول على صلاحيات وعلى لعب دور الوصي على عملية الانتقال والتحكم في مسار ومعالاتها. طيب أستاذ محمد، كل هذه المؤاخذات، هذه النظرة السلبية لهذا الحوار، لماذا لا تتم المشاركة في مؤتمر الحوار ضمن الآلية الثلاثية وتطرح هذه ويناقش فيها الحاضرون ومن ثم نصل إلى نتائج؟ لماذا العزوف عن المشاركة أو اتخاذ موقف سلبي متقدم من دون المشاركة في الحوار؟ طيب، هذا الموقف هو اتخذه الجانب العسكري بعد أن أعلن عن عدم مشاركته في العملية السياسية. قوى الحرية والتغيير يعني أحد فصائل القوى المدنية الرافضة للانقلاب أعلنت انخراطها في العملية السياسية وقدمت مواقف وآراء. هناك صحيح بعض القوى الأخرى داخل القوى المناهضة للانقلاب لم تشارك في عملية الحوار.
الفكره الاساسيه او الرؤيه الاساسيه انه انقلاب 25 اكتوبر هو يمثل تغيير جذري ونهائي للصيغه المدنيه التي كانت تدير الفتره الانتقاليه خلال الفتره الماضيه، وتهدف بشكل اساسي لتغيير الديناميكيات العملية الانتقال والتحكم في مسارها. لذلك حين نتحدث عن عملية سياسية يجب هذه العملية السياسية وفقا لتصورات المراقبين وتصورات غور الحرية والتغيير يجب أن تقوم على ثلاثة مراحل أساسية. المرحلة الأولى إنهاء الانقلاب والترتيبات المتصلة بهذه المرحلة، وفي هذه النقطة هناك طرفين رئيسيين لازم يكونوا مشاركين في عملية الحوار، هم المكون العسكري وغول حرية التغيير المجلس المركزي. هذا المحور أو هذا المسار يتطلب اتخاذ جملة من الترتيبات، جملة من التفاصيل، جملة من المعالجات وفقا لمصفوفة رقمية ووفقا لضمانات لنجاح هذه الترتيبات التي سيتم. ما هي الضمانات المطلوبة؟ النقطة الثانية والمسار الثاني هو يتعلق بإدارة عملية الانتقال، وهذه هي أوسع من النقطة السابقة، ويجي فيها أن يخرج العسكريين على المشاركة في هذا المحور في إدارة الانتقال، وأن يتم نقاش مختلف القوى السياسية، الحركات الموقعة على اتفاق جوبا. الضمانات أستاذ السياسية محمد لم تجبني عن الضمانات أو التي حريصة على نجاح عملية الانتقال وبناء دولة مدنية ديمقراطية. أما المسار الثالث وهو المسار الأشمل هو تعزيز عملية التحول الديمقراطي وتأمين عملية الانتقال، وهو مسار يستلزم مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع. هل تسمعني بوضوح؟ خاصة أنه يتضمن عمليات وترتيبات تتصل بتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية. فلذلك نحن نتحدث عن عملية سياسية مكونة من ثلاثة مراحل، ولكن أن يطلب العسكريين أن يرفعوا يدهم من العملية السياسية ويتشبثوا بالصلاحيات والسلطات في المجلس العسكري ويقولوا للمدنيين اذهبوا وتوصلوا إلى تفاهم حول حكومة دون صلاحيات، فهذا أمر أعتقد لا يعول عليه ولا يجد تأثير أو تأييد كبير. أستاذ محمد هل تسمعني بوضوح حتى أسأل أسئلتي؟ طيب تتحدث عن ضمانات أستاذ محمد، ما هي الضمانات المطلوبة إذا ما شارك العسكريون في الحوار وكذلك قوى الحرية والتغيير للاتفاق على ترتيبات المرحلة القادمة؟ ما هي الضمانات المطلوبة من العسكر حتى تزرع الثقة من جديد بين الطرفين؟ طيب هناك جملة من الضمانات فيما يلي المسار الأول اللي هو إنهاء الانقلاب، يعني نتحدث عن إنهاء حالة الطوارئ. صحيح صدر قرار رسمي ولكن ما تزال هناك عمليات الاحتغال، لا توفر حق التعبير السلمي، يتم التعرض للمظاهرات، ويمكن إشارة إلى أنه في 30 يونيو هناك أكثر من 500 شخص تم احتغاله، هناك أكثر من 600 شخص أصيب، هناك أكثر من يعني تقريبا على الأقل 9 أشخاص قتلوا في هذه المواكب. هناك جملة من الترتيبات والقرارات التي تم اتخاذها من قبل البرهان منذ 25 من أكتوبر يجب التراجع عن هذه القرارات وإنهاء هذه الوضع، لأنه بشكل أساسي 25 أكتوبر هي تمثل تغول جذري وكامل على السلطة التنفيذية والتشريعية خلال الفترة الانتقالية من قبل العسكريين. كل هذه الإجراءات يجب التراجع عنها وتوفير البيئة المناسبة وتعزيز الصيغة بمختلف الأطراف بحيث يكون هناك حوار أو تخلق بيئة تسمح بمناقشة القضايا المختلفة دون مزالة التخوين أو دون مزالة التخوف، خاصة أن هناك مخاوف كبيرة. نحن نتحدث عن فترة انتقالية، بعض الأطراف لديها مخاوف كبيرة وطموحات أكبر، فيجب الاستجابة أو الحوار بشكل مفتوح بعد توفر الاشتراطات اللازمة.